قالت لك قال جيل التسعينات ده كلام. هو احنا في اول يعني معقوله يا ست يسر ويا ست رنا تشتمونا كلنا جيل التسعينات؟ انتوا بتهزروا ولا ايه؟ ده انت وقعتك معايا. طيب ادي كامل العدد يا جماعه، العيله اللي انا انتميت ليها مؤخرا واللي كنت بنزل التصوير وانا مزقططه زي العيال الصغيره، لاني هقابلهم واحد واحد واحده واحده بمنتهى الحب والشوق الحقيقه. وعمري ما حسيت ان انا راح الشغل، انا راح انبسط وزقطط بجد. فاقدم لكم صحيح النهارده كامل العدد ناقصين شويه، هنقول مين اللي ناقص، اكيد انتوا فقستوا مين اللي ناقص، لكن الست دينا هانم الشربيني، الاستاذ شريف سلامه ابن حبيبي، حبيبتي، الاستاذ خالد الحلفاوي العبقري العظيم، شكرا، اللي انا شرفت بالعمل معاه وسعيده ان انا وقعت في غرامه بهذه القوه والعنف، الاستاذ وسام سيف الاسلام المنفذ المنتج المنفذ لهذا العمل العظيم او العملين ورا بعض، الست رنا ابو ريش، والست يسر طاهر اللي كتبوا هذه الملحمه الرائعه، والله العظيم رائعه، انا متحيزه وشهادتي مجروحه واللي مش عاجبه. استاذ احمد جمال سعيد على فكره كان بيحاول، يلا مش مهم، هم عارفين هم عارفين، واخد بالك يا استاذ خالد، وبياخدني على جنب ويقول لي حاجات لا أنا مش متابع انا استولاي كان اوفست فما كان عادي بيقول ايه يعني، كان بيقول لي نميمه جايشه ساعتها فما قدرتش امسك نفسي هقول اعرف بعدين. الاستاذه جيهان الشماشرجي الرائعة، الأستاذ صدقي صخر النصاب ده، الأستاذ عمرو جمال اللي مش نصاب، خلاص؟ أهلا وسهلا. الأساتذة بقى هم بقى اللي هم جيل التسعينات، أيوة يا مؤلفات، أيوة، الأستاذ أحمد كمال الرائع، أستاذ تميم عبده زوجي حبيبي، ثم العيال، حمزة، جيسيكا، لينا، يوسف، مالك، وانا، سيليا، يوسف ويونس. العكس. عايزه اقول لكم حاجه، اول يوم انا جيت يقول لك العكس، يقول ايه يونس ويوسف، يونس ويوسف، انا حقي انا حقي. عايزه اقول لكم اول يوم ورحت الاوردر ده والله العظيم لقيت هذا المالك القمر ده جايب علبه شوكولاته وجاي قال لي يا فندم انا مبسوط قوي اني هشتغل مع حضرتك وجبت لك الشوكولاته دي عشان تفضلي فاكراني، لعلمك العلبه لسه في حضني لحد دلوقتي، باخد منها قطمه كل شهرين عشان تفضل جنبي. اللي مش عارفينه بقى ان خال مالك هو الاستاذ فتحي عبد الوهاب. بجد؟ ايوه انا عرفت في اللوكيشن، انا عرفت بعد ما عملنا الكاستنج. فجيل التسعينات ده حضرتك موافق استاذ احمد؟ لا طبعا احنا جيل الالفينات حلوه التسعينات حلوه. استاذ تميم تسعيناتي احنا قبل كده بكتير. لا ايه ده يا ايه ده يا اهل شفتي بقى بكام يوم شفتي بقى بكام يوم تقريبا. طيب عشان قبل ما ابتدي احب اقول لكم شريف 1 2 3 السود عيونه يا ولا بس دي بتاعت خالد ممكن تفهميهم ده ايه؟ انا لا استاذ خالد اصل دي حاجه محدش بيفهمها. هو في جوه اللوكيشن كده كنت مره قاعد انا وشريف وحمزه كان واقف وفي شط بيجهز بينوره وبتاع، فبقول له ما اعرفش ايه اللي فتح الموضوع ده، بقول له في حاجات في ثقافتنا الحديثه يعني هي ثوابت كده، في حاجه تتقال لازم ردها كذا، وقعدت افتكر قلت له في اغنيه كده فيها كلمه لو قلتها في اي لحظه الناس هتقول، فحمزه القروبه ده اللي افتكرها قال لي قلت له بص هات بقى المايك اوريك الناس شغاله اللي ماسك كاميرا بيحطها على ترايبود واللي مش عارف ايه بيعلق ايه وبتاع، قلنا في المايك قلت له السود وعيونه كل دول هم شغالين يا ولد. فمن ساعتها بقت كل ما احب اصحصح الحكايه اروح لهم السود. انا كان اغرب حاجه بالنسبه لي في الاسم المشاهد بجد جدا وفيها عياط وبعدين خالد ومتوترين ولازم نخلص حالا، خالد قعد على المونيتور قال السود عيون كله وانا يا ولد في حاجه هنا. طيب بما اننا في العيد يا جماعه، هل طب كلنا فاكرين العيديه؟ طبعا يعني ذكرى يعني لسه بتاخد عيديه؟ انا ما باخدش عيديه. انا عايز احيي والنبي ألطف شخصية وأبسط شخصية وأسلم شخصية سي عمر أفندي يا حبيبي. سي عمر أفندي كان ساكت
الحمد لله يا رب غير ولاد بدارة. ولاد بدارة كانوا بيعيطوا طول الوقت. وبدرة بدرة سوري. عمر يا حبيب قلبي لطيف وادي لدرجه ان دينا وقعت في غرامه بجد وكانت مفطعصته بوس. بس انا كنت بلاحظ ان عمر عمل لنا كل المشاهد بصيت لها اس فاكره ما بنلعب كتير قوي اس فاكره ما بتلعبي معاه بالدلعيه يا تيبتي وانت بقول لك هو اكيد شايف حاجه شايف شايفنا غراب بتعملوا كده ليه ست رموش وبتاع دي من قريب تخيلي الكلوز يعني حاجه وادي عادي والله اكيد شايفيننا غراب قوي وكل ما يشوفني. طيب بما ان انا كلمت على العيديه بقى فانا عايزه ناويه اديكوا عيديه الله بس بطريقه مختلفه شويه. اوكي لا انا عايزه فلوس. يلا موافقين؟ لا انا عاوز انا عايز اخدها بطريقه وسام. موافقين اللي هي ايه؟ الفلوس انتاج. ايوه ايوه انت ايه ده انت ما عليك حاجه ليه؟ لا لا هيفضحنا. لا صراحه ده فضحي ممكن يروح دلوقتي لسه.